مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناه الاهلي واخبار الاهلي. يعني عايز ابدا الاخبار بخبر مهم جدا جدا لكل عشاق القلعه الحمراء، اللي هو اجتماع مهم للجنه اعداد لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. كان كل هم كابتن محمود الخطيب في الفتره اللي فاتت، وكان وعده في الانتخابات ان هو يضع لائحه اساسيه للنادي الاهلي. عارفين حضراتكم ان احنا دلوقتي ماشيين على لائحه استرشاديه استثنائيه، يعني استثناء عن ما هو جاري في النادي الاهلي وما هو متعود عليه النادي الاهلي قبل كده، لكن ظروف استثنائيه اجبرت النادي الاهلي ان هو يمشي على هذه اللائحه الاسترشاديه لحين وضع اللائحه الاساسيه قريبا جدا ان شاء الله. فانا مش عايز اخوض في قبل كده، اكيد حضراتكم عارفين كل التفاصيل والملابسات اللي فاتت، لكن بكره اجتماع مهم جدا للجنه اعداد لائحه النظام الاساسي النادي الاهلي اللي بيترأسها المستشار محمود فهمي. اللجنه دي انعقدت اكتر من مره علشان يحطوا شكل وتصور للائحه النادي الاهلي الاساسيه. بكره ان شاء الله هيحضر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والاستاذ او السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي، وكلا من ابراهيم الكفراوي وطارق قنديل ومحمد الجرحي اعضاء مجلس الاداره، الى جانب الدكتور سعد شلبي المتخصص في التشريعات الرياضيه والذي شارك في اعداد لائحه النادي عام 2014، وكذلك محمد فتحي المشرف على الاداره القانونيه بالنادي. كمان هيبقى موجود الكل هؤلاء الرجال علشان يضعوا ويقفوا على اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، معهم كمان العميد محمد مرجان أو كابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي ماشي على اللائحة الاسترشادية، بكرة إن شاء الله وضعوا شكل ونظام للائحة أو تصور للائحة الأساسية، يحضرها بكرة كابتن محمود الخطيب علشان يبدي رأيه في هذه اللائحة أو هذا التصور، علشان يعرضوه على أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي عشان برضو يبدوا الرأي بتاعهم، يشوفوا لو في حد عايز يضيف حاجة، اللائحة ماشية مش ماشية، في حد عايز يضيف بنود، حد بيعترض على بنود، لحين إظهار الصورة بشكل يليق بهذا الكيان الكبير وجماهيره العريضة في كل مكان. إن شاء الله تكون لائحة استرشادية تليق باسم النادي الأهلي وكيانه وجماهيره. عشان كده إن شاء الله بقول لكم اجتماع مهم جدا جدا بيحضره الكابتن محمود الخطيب، اقوله لكم تاني لاعضاء كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والاستاذ او السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، وكل من ابراهيم الكفراوي وطارق قنديل ومحمد الجرحي والسيد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي النادي الاهلي اعضاء مجلس الاداره، الى جانب الدكتور سعد شلبي المتخصص في التشريعات الرياضيه والذي شارك في اعداد لائحه 2014، وكذلك محمد فتحي المشرف على الاداره القانونيه مع الاحتفاظ بالالقاب طبعا. ان شاء الله بكره يبقى في تصور كامل للائحة اللي هتعرض على أعضاء النادي لإبداء الرأي وليس للتصويت، لحين الانتهاء من إبداء الرأي والوقوف على شكل اللائحة الأساسية للنادي الأهلي واللي تليق به إن شاء الله. بعد كده إن شاء الله يبدأوا يحطوا تصور لهذه اللائحة النهائي لحين عرضه على الجمعية العمومية للتصويت. إن شاء الله تكون اللائحة تليق باسم النادي الأهلي وجماهيره العريضة وكيانه الكبير. مش عايز اخوض في تفاصيل قبل كده، زي ما قلت لحضراتكم ماشيين على لائحه استرشاديه لظروف استثنائيه خاصه جدا. ان شاء الله هذا الوضع ينتهي قريبا بلائحه اساسيه بشكل النادي الاهلي وبعائله النادي الاهلي. ده كان اهم الاخبار اللي كنت عايز اتناولها مع حضراتكم النهارده. نروح لخبر تاني، توزيع جوائز جيم الاهلي بمقر الجزيره. إدارة جيم النادي الأهلي بمقر الجزيرة قامت بتوزيع الجوائز الخاصة على الفائزين في المسابقة التي جرت مؤخرا وشهدت مشاركة 25 متسابق من أعضاء النادي الأهلي. جرت المسابقة من خلال مشاركة 5 مدربين ب5 فرق، حاجة جديدة بيعملها النادي الأهلي، يضم كل فريق 5 متسابقين من أعضاء النادي الأهلي. ده يعني بنقرب الأعضاء مع المدربين مع الشكل العام للنادي الأهلي. أقيمت منافسات قوية في مختلف التمارين وسط حضور مكثف من أعضاء النادي وأسرهم داخل جيم مقر النادي بالجزيرة. أسفرت المسابقة عن فوز فريق محمد فتحي مدرب الجيم بالعديد من الجوائز، حيث حصل عمر عصام على المركز الأول وإبراهيم الشاذلي على المركز الثاني وخالد إبراهيم على المركز الثالث. ووجه أحمد عوض مدير الجيم بمقر الجزيرة الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي للموافقة على تنظيم هذه
المسابقه، والتي ساعدت على تعزيز التواصل بين الاعضاء ومدربي الجيم زي ما قلت لحضراتكم. واكد ان الفتره القادمه ستشهد العديد من الفعاليات التي تهدف الى زياده اعداد المشتركين وفق برنامج عائله الاهلي. اروح لخبر ثالث، ده لسه يعني قدام حضراتكم صور الارشيفيه لهذا او هذه المسابقه والتي اقيمت في جيم النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم، تقريب الاعضاء من الاجهزه الفنيه. خبر بعيد شويه عننا، لكن خبر انا حبيت اقوله علشان نشوف الوفاء من النادي للعيب. نادي النصر بيجدد تعاقد حازم ممدوح قائد خط الوسط. لو تفتكروا حازم ممدوح كان تعرض لاصابه بالغه في قصبه رجله، كسر في قصبه رجله في مباراه انبي بالدور الاول الدوري العام العام الماضي. حازم ممدوح تعرض لكسر في الساق، لكن نادي النصر صمم انه يجدد تعاقده مع حازم ممدوح ويعالجه وجدد التعاقد لمده 3 مواسم. تم تجديد تعاقد حازم ممدوح مع النصر بعد الجلسه التي عقدها سيد عيد المدير الفني للفريق الاول لكره القدم، وتم خلالها اتفاق على تجديد التعاقد، حيث ابدى حازم سعادته بمواصله مشواره مع النصر، مؤكدا على امتنانه الشديد للجهاز الفني ولسيد عيد والاداره برئاسه الدكتور عمرو عبد الحق. حاجه جميله جدا من نادي النصر وسلوك حضاري جدا جدا. لعيب اتصاب اصابه بالغه جدا في قصبه رجله، كسر بمعنى الكلمه، لكن النادي تمسك باللاعب وده طبيعي جدا وفير جدا، يا رب يبقى سلوك كل الفرق. نروح لخبر تاني لفريق النادي الاهلي. فريق النادي الاهلي رجال الجهاز الفني لرجال طائره النادي الاهلي يجتمع استعدادا للموسم الجديد. يجتمع الجهاز الفني للفريق الاول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي خلال أيام لوضع خطة إعداد الفريق استعدادا للموسم الجديد. روح لخبر تاني. نهلة سلامة نجمة الكرة الطائرة بتقول أو طائرة الأهلي قادرة على حصد كل البطولات الموسم المقبل. دي نهلة سلامة. قالت نهلة سلامة كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي. نهلة سامح، آسف أنا دايما أغلط في نهلة سلامة، أنا آسف حتى وهي معايا هنا على الهواء قلت برضو نهلة سلامة، سامحيني. أنا نهلة سامح نجمة الفريق الأول الكرة الطائرة بتقول إن النادي قادر على حصد كل البطولات في الموسم المقبل. قالت كمان إن الفريق يبدأ الاستعداد بكل قوة للموسم الجديد السبت المقبل، وأضافت نهلة أن المنافسة في الموسم المقبل ستكون قوية، لكن الأهلي قادر على حصد كل البطولات زي ما قلت لحضراتكم من شوية، كما حدث على مدار 4 سنوات الأخيرة، وخاصة أن جميع الفرق قامت بتدعيم فرقها بصفقات جديدة زي ما قال الكابتن محمد مصلح من شوية، أن كل الفرق بتسعى جاهدة إلى تدعيم فرقها بصفقات قوية جدا عشان تقدر تنافس الفرق الكبرى زي النادي الأهلي. وعن البطولة العربية أكدت نهلة سامح أنها قوية جدا ومختلفة عن الموسم الماضي، خاصة أنها ستقام في تونس. وجهت نهلة سامح الشكر لجماهير الأهلي على دعم الفريق ومساندته في كل البطولات، ومتمنية أن يظل الجمهور مع الفريق في الفترة المقبلة من أجل حصد كل البطولات كما حدث في الموسم الماضي. ده كلام النجمة نهلة سامح نجمة الكرة الطائرة في النادي الأهلي. ما شاء الله برضو بيحصدوا بطولات كبيرة جدا، وزي ما هم ماشيين في طريقهم طريق واحد بس هو طريق النجاح. نروح لخبر آخر. شابات اليد تطير إلى أسبانيا للمشاركة في دورة البحر المتوسط. غادرت صباح اليوم الأربعاء منتخب الشابات لكرة اليد إلى أسبانيا مع الفوج الأول لبعثة مصر للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط التي تستضيفها مدينة تراجونا الأسبانية خلال الفترة من 22 يونيو الجاري وحتى الأول من يوليو المقبل. وضمت قائمة المنتخب الشابات مواليد 98 اللاعبات يارا عبد المقصود وريم ربيع ودنيا صقر وياسمين وحيد وياسمين شريف ومريم الشربجي وليلى شريف وليلى وائل وتسنيم جمال ولمى الشواربي وشيماء صبري ونيرفانا محمد ولينا العمراوي ورنا فتحي وميار سامي ونورين علي عبد العزيز. دي أعضاء شابات اليد، إن شاء الله كل التوفيق ليهم بإذن الله. يرأس البعثة منى أمين عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، والجهاز الفني يضم ناصر عبد الواحد مديرا فنيا وكريم فرج مساعد
وسحر محمود مدير إداري، وزينب عبد الحليم علاج طبيعي. يبدأ منتخب الشابات لكرة اليد مباراته إن شاء الله يوم الأحد المقبل 24 يونيو الساعة 10 صباحا بمواجهة صربيا، والاثنين 25 يونيو 10 صباحا بمواجهة مونتينيغرو، ويوم 27 يوليو الساعة 10 صباحا مواجهة تركيا، يوم 28 يوليو الساعة 11 ونص صباحا ختام مباريات الدور الأول بمواجهة مقدونيا. جدير بالذكر أن هشام نصر رئيس اتحاد اليد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، حيث تشارك مصر ببعثة قوامها 280 لاعب ولاعبة يمثلون 23 اتحادا رياضيا. كل التوفيق إن شاء الله لشبات اليد، كل التوفيق لكل الألعاب المصرية. نطلع فاصل ونواصل بعد كده أخبار الأهلي.